معنا فاطمة الزهراء جوهري التي تحملت عناء السفر باش تحضر لهذا الحفل البهيج، وهي حاصلة على جائزة أحسن دور نسائي يقدمها والي أمن مكناس إلى جانب القائد الجهوي للدرع الملكي. الجهوي للدرع الملكي يقدمها زي الحائي. أسألو. إذا برافو لشوقي عفيف المخرج الشاب المتألق الذي دائما يمتعنا بأعمال إلى جانب الفنانة والسيناريست المتألقة مريم إدريسي. مشكورين لتقديم جائزة السيناريو لفيلم ولدي. يتسلم الجائزة السيد المنتج، فتتقدم كذلك السيدة المخرجة ل بدلات واحد عطاء كبير لإخراج هذه التجربة إلى الوجود. شكراً. وإيش يا شبان ومن المسالك اللي هما اللي صبروا على باش يكون باش نتعبوا مليح. كنشكر الطاقم اللي كان معايا واللي بلا بيه المسلسل ما كانش غيكون معاه باش يلقى النجاح اللي عرفتو. وأنا بحال هين غنقول لكم إذا كان شي جزء ثاني تما اللي غادي نتعبوا. شكرا. 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 والآن مع الجائزة الكبرى أحسن مسلسل يقدمها الدكتور والروائي محمد براد. بالنسبة للجائزة الكبرى يتم النقاش حول جميع المسلسلات اللي كانت مرشحة، وتم الاتفاق على أن تعطى لمسلسل حاول أن يحقق التوازن ما بين الشكل الفني وأيضا ما بين الموضوع. الجائزة الكبرى أعطيت لي بيان نبي. إذن سنسلسل هذه السنة بدور 11 لمجلة هذه الدراما التلفزية يحصل عليها مسلسل بيان نبي. موجود معنا المنتج نحلو، منتج مع موجود مجهود معنا المخرج المتألق دائما بمدينة مكناس مراد قومي. يقدم الجائزة السيد عامل عمالة مكناس. الجائزة الكبرى شكرا جزيلا. الجائزة يقدمها الكوبري الماجور قائد منتدى بالحالية العسكرية دي مكناس. برافو لكل فريق الفيلم التلفزي شوف دوار. إذا مراد الخوضي يحصد جائزة الأوراق. يقدم هذه الجائزة كالعادة وكما عودنا السيد عامل عمالة مكناس. الجائزة الكبرى يقدمها السيد عامل عمالة مكناس.
ومعنا طاقم الفيلم إذا برافو الحاج فلان، برافو نور الخوضي، برافو عجيب، مهدي فلان، كل طاقم العمل اللي تعنا بهذا الفيلم الجميل كذلك. ولكن هذه كتبقى التاريخ هذه الصورة هذه، شكرا جزيلا. شكرا لكل جنود الغفاء اللي كي يساعدوا ولو